رسمة جديدة وفيديو جديد عن المسيرة الخضراء. هنرسم رسمة جديدة شكلها حلو جدا، رسمة تنفع لكل الأعمار ولكل المستويات. اللي هيرسم الرسمة يبعت لي حسابي على انستجرام أو على الفيسبوك، هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف، واللي عنده أي استفسار عن الرسمة يكتب لي في الكومنتات هرد في أسرع وقت. من غير كلام كتير خلينا نبدأ في الرسمة. رسمة تانية جديدة عن المسيرة الخضراء، رسمة جميلة، رسمة برضو فيها فكرة حلوة وايه في نفس الوقت مش صعبة، رسمة كويسة جدا وسهلة. كل اللي هنحتاجه ان احنا هنعمل شكل الطاقية بالطريقة دي، وهنعمل 3 انصاص دوائر كده في الطاقية او في القبعة، وهنبدأ نعمل الراس بتاعه البنت. طبعا انتوا اكيد شفتوا في صورة مصغرة الرسمة عاملة ازاي، في بنت وهي ماسكة كده ماسكة حاجة او علم المغرب، يعني هنعملها ماسكة علم المغرب فهتدي منظر حلو جدا. فاللي يرسم الرسمة يبعت لي على حسابي على انستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. مستني اشوف تطبيقاتكم اللي تحفزني وبتخليني اكمل. بعرف ان في ناس بتستفيد، في ناس فعلا مستواها اتطور واحدة واحدة وبدأت تبعت رسومات اكتر واكتر، فكله يجيب ورقة وقلم وما يكسرش. زي ما انتم شايفين بنعمل الايد بتاعة البنت 5 صوابع كده يكونوا ماسكين من ناحية شمال، 5 صوابع هنا ماسكين كده من ناحية اليمين اهو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين اهو. لسه طبعا هنعمل الوش وهنعمل او الوجه يعني، وهنعمل الحتة اللي تحت دي في العلم. طبعا العلم عبارة عن مقموق كده زي ما انتم شايفين، 6 دوائر، نص دايرة فوق ونص دايرة تحت. والوجه او الوش هيكون عبارة عن برضو كده مثلثات صغيرة تدينا منظر الشعر نازل على الوجه، عشان طبعا الشعر مش هيبقى كله متساوي. والعين عبارة عن خطوط كده، العين وطبعا تحتها الحاجب او معلش العين تحت الحاجب على طول. بنعمل العين اخرها من ناحية اليمين تكون طالعة لفوق، ومن ناحية الشمال برضو تكون طالعة لفوق، فاحنا بنعمل اواخر العين تكون طالعة لفوق عشان تدينا شكل الرموش. وطبعا الانف خط كده بسيط، والفم عبارة عن نص دايرة كده صغير قوي يدينا شكل الابتسام. الرقبة 2 خطوط صغيرين، وبنعمل الكتف بتاع البنت بالطريقة دي. زي ما بقول لكم طبعا اللي عنده اي استفسار عن الرسمة، عنده اي سؤال، عايز يسأل اي حاجة عن الرسمة، فيكتب في الكومنتات برد في اسرع وقت، برد في ساعتها. فلازم اللي عنده اي استفسار يبعت لي او يكتب في الكومنتات، الكومنتات الرد فيها هيبقى اسرع. طبعا بنخطط تخطيط خفيف لحد ما نتأكد ان احنا 100% مش هنعمل اي تعديل تاني، نبدأ نتقل براحتنا او نلون او نعمل اي حاجة. اجيب الالوان واجيب اللون الاحمر واللون الاخضر، وابدأ باللون الاخضر واعمل شكل نجمة زي ما انتم شايفين، وابدأ باللون الاحمر بقى الون العالم، وباللون البني هلون الشعر، باللون الاصفر هلون الطاقية، وباللون الاصفر برضو هلون زي. اهو باللون البني، طبعا ده اللون البني اللي هو الجملي، بلون بيه الشعر، بلونه كله باللون الجملي. طبعا دي الوان خشب، ممكن حد يقول لي ما عنديش الالوان دي، فتقدر تلون عادي الشعر بالاسود او بالبني. تقدروا يا جماعه في حاجات بيبقى فيها كده ليونه، يعني مش لازم تلتزموا بنفس الالوان في الحاجات، في حاجات معينه. ولكن مثلا ما تقوليش انا هعمل علم المغرب باللون الاصفر، علم المغرب ده حاجة معروفة احمر وعليه نجمة خضراء. ولكن اللبس مثلا، اللبس تقدر تغير فيه او تغيري فيه زي ما تحبه، الطاقية تقدر تغيروا فيها زي ما تحبه، الشعر تقدر تغيروا فيها، لان ده مش شخص مشهور، فمش لازم نعمله بنفس الحاجة عشان الناس تعرفه. زي ما انتم شايفين اللمسة الاخيرة دي انا جبت لون بني غامق وبس، لونت كده من فوق بني غامق ودرجته لتحت عشان يديني من غامق لفاتح، يعني بدأت اتقل من فوق بالبني الغامق وبدأت انزل لتحت ببني، بخفف ايدي كل ما انزل لتحت عشان يعمل التدريجة اللي انتم شايفينها. وباللون الاصفر بلون الطاقية او القبعة والملابس.
واللون السيموني طبعا بنعمل الايدين والوجه والرقبة. اللون السيموني مش عندكو عادي جدا سيبوها باللون الابيض، مفيش اي مشكلة. طبعا زي ما بقول لكم اللي هيرسم الرسمة يبعت لي حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، رابطه موجودة في صندوق الوصف. استنى تطبيقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتخليني احس فعلا في ناس عايزة المحتوى، في ناس بتفهم من المحتوى، وفي ناس فعلا مستوى بيتطور. لوننا باللون الاحمر علم المغرب، وطبعا ما جيناش جنب النجمة، يعني النجمة احنا بنخلصها بنعمل بس الفراغات اللي حواليها مش اكتر، عشان النجمة دي مينفعش تختفي. دلوقتي انا بعمل حركة، طبعا اللي متابعني من زمان عارف الحركة دي، بجيب قلم حبر جاف اسود وببدأ اخطط الرسمة او اخطط الاساسيات او الخطوط الرئيسية بتاعت الرسمة بالقلم الحبر الجاف الاسود. طبعا تقدر تستخدمه قلم رصاص عادي جدا، القلم اتش بي، ولكن قلم حبر سايل لا، قلم حبر سايل لا، محدش يستخدم قلم حبر سايل هيبوظ لكم الرسمه. هقول تاني، محدش يستخدم قلم حبر سايل هيبوظ لكم الرسمه، هيبقع في كل حته. زي ما انتم شايفين بنخطط كده ونتاكد ان احنا مخططين كويس، مخططين اغلب الخطوط بتدي شكل كده واقعي او شكل عميق للرسم اكتر. اهو بخططها بالراحة، لان طبعا التخطيط السريع هيخلي الرسمة تبوظ، هيخلي في خطوط بتخش مش في مناطقها، يعني هتلاقي خط مثلا داخل على الرسمة وخط تاني طالع لبرة، فلازم الخطوط تمشي واحدة واحدة كده وما حدش يستعجل. وطبعا بنرسم القبعة بالطريقة دي، القبعة برضو بنخطط عليها او الطاقية بنخطط عليها. فدي كانت رسمة النهاردة. بعد ما خلصت الرسمة لازم تبعتوا الرسمة على الانستجرام وعلى الفيسبوك، مستني اشوف تطبيقاتكم. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة، في صندوق الوصف هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.